أعزائي طلبة الصف الرابع، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أود أن أقدم لكم اليوم معاني وأضداد مفردات درس السيارة الأولى. ركزوا معي. الكلمة ومعناها أو مرادفها: اختراع، ابتكار، النفط، البترول، متعبة، شاقة، فريدة، لا مثيل له. تتخيل، تتصور، تطورت، تقدمت، متعددة، متنوعة. قوتها، قدرتها، تجارب، محاولات، استطاع، تمكن، تتنافس، تتسابق، إنتاج أي صناعة. جديدة، حديثة، جمال، أناقة، جاذبية أي تلفت الأنظار، أمانا أي سلاما. إجراء أي عمل، تطوير، ازدهار أو تقدم، يتوقع، يعتقد، ريب، شك، سهلت، يسرت، الصبر، الصعب. أما الآن فسوف نتكلم عن الكلمة وضدها: أكثر، أقل، متحركة، ثابتة، متعبة، مريحة، متعددة، متشابهة، متفاوتة، متقاربة، سرعة، بطء، قبل، بعد، أول، آخر، قوتها، ضعفها، استطاع، عجز. أول، آخر، فريدا، مألوفا، تطورت، تأخرت، جديدة، قديمة، أناقة، قبح، راحة، تعب، أمانا، خطرا أو خوفا، تقدم، تأخر، ريب، يقين، سهلت، صعبت، الصعب، السهل، يسرت، عسرت، العسر، اليسر. سوف أرفق لكم أيضا ورقة عمل. أتمنى من الجميع أن يحل هذه الورقة عبر برنامج نور سبيس. تمنياتي لكم السعادة. دمتم بخير طلابي.